طيب خلينا نتعرف اكتر على اخبار بعثة النادي النهارده، ونروح لموفد قناة الاهلي طبعا امير هشام. مساء الخير عليك يا امير. مساء الخير عليك يا سارة، ومساء الخير على الزميل العزيز أحمد سمير. تحياتي ليكم وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، أنت اللي عندك كل التفاصيل طبعا وشايف المشهد، قول لنا النهارده كده اليوم ماشي إزاي بالنسبة للعيبة وللجهاز الفني. طيب خليني اقول لك يا ساره كل الاجواء اللي بتتعلق بمقر اقامه النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي هنا استعدادا لكاس العالم للانديه واولى مباريات النادي الاهلي يوم الخميس باذن الله امام الدحيل. الكل هنا مستعد، الكل هنا متاهب لاول مواجهه بشكل كبير جدا. استعدادات كلها عباره عن محاضرات فنيه من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، بخلاف طبعا التدريبات في الملعب المخصص لفريق النادي الاهلي. يعني في بعض يعني الجوانب الترفيهيه الخاصه باللاعبين للخروج من حاله الملل هنا في مقر اقامه الفريق، خصوصا ان احنا في فقاعه طبيه زي ما انتم عارفين، ما ينفعش خالص حد يخرج او يدخل الفندق، فبالتالي دي كلها امور طبيعيه طبقا للاجراءات الاحترازيه اللي احنا يعني بنمر بيها خلال الفتره الحاليه. لكن امور ماشيه بشكل جيد جدا. كان في فطار الصبح في تمام الساعه 10 صباحا، الغدا كان في تمام الساعه 3 عصرا، كمان شويه بعد يعني دقايق وانا بتكلم معاك كده يا ساره هيكون في محاضره اخرى من مستر بيتسو موسيماني في اطار المحاضرات العديده جدا اللي بيقوم بيها الراجل مع اللاعبين خلال الفتره الحاليه تحديدا، لي يعني دراسه فريق الدحيل بشكل وافي ومناسب جدا علشان يتم مواجهته بالطريقه الامثل، وبالتالي ان شاء الله الاهلي يتغلب عليه باذن الله تعالى. فالمحاضره دي هتبتدي هتستغرق حوالي 10 15 دقيقه، ربما تزيد عن كده، لان في الحقيقه مستر بيتسو موسيماني بيركز قوي على موضوع المحاضرات ده، بيحاول يحفظ اللاعبين اي منافس الاهلي هيواجهه، ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، ازاي نتعامل في هذه المواجهه. تخلص المحاضره ان شاء الله باذن الله وهنتحرك كلنا برضو في يعني شكل الفقاعه الطبيه برضو، يعني مجموعه كده مع بعض بنتحرك نوصل للملعب. الفريق باذن الله يؤدي مرانه الثالث النهارده عشان يستمر في استعداده لاولى المباريات يوم الخميس المقبل ان شاء الله. امور كلها مبشره وامور كلها جيده، ومران النهارده كمان تحديدا يا ساره ويا احمد خليني اقول لكم انه هيكون مران مهم جدا، قد يشهد مشاركه مثلا محمد هاني في بعض فقراته، قد يشهد كمان مشاركه حسين الشحات بشكل كامل في التدريبات، فده امر هيكون مهم واضافه للنادي الاهلي وللفريق سواء في الجوانب التدريبيه او حتى كمان باذن الله تعالى يكونوا لائقين ومتاحين بنسبه 100% وبجاهزيه 100% في مباراه يوم الخميس باذن الله. امير، احنا الماتش هيتلعب تقريبا في نفس التوقيت اللي احنا بنكلمك فيه او بعديه بحاجات بسيطه، يعني كلمني على الجو عندكم، اجواء المونديال، جو مناسب في مشاكل معينه ممكن تكون بتقابلوها ولا الدنيا يعني كويسه ونتوقع ان شاء الله انه الاجواء تبقى مستقره؟ لو قصدك في جانب المناخ فيا احمد خليني اقول لك ان الدنيا ساقعه قوي في توقيت المباراه، يعني درجه الحراره بتتراوح ما بين 14 و16 درجه مئويه. المباراه هتكون بالظبط بعد ساعه ونص مثلا من دلوقتي تقريبا. هيكون ده توقيتها يوم الخميس باذن الله، تقريبا، فبالتالي الجو ساقع. بس خليني اقول لك ان الجو ده جو كوره، لعيبه الكوره يحبوا قوي يلعبوا في الجو اللي هو اللي فيه سنه بروده، ده بيسخنوا على طول اكيد من احماء قبل المباراه وعلى مدار مجريات احداث اللقاء، فده ككوره كجو ومناخ مناسب، فهو مناسب في الحقيقه جدا جدا بالنسبه للاعبين، فبالتالي ده امر ايجابي. ملعب الصبح الجو بيبقى لطيف يعني مش بيبقى برد. ملعب المباراه يا امير، اتفضل يعني. ملعب المباراه والارضيه بتاعته انت اكيد تابعتها يعني عن قرب، فبالتالي ممكن توصف لنا شكل الملعب، التجهيزات اللي فيه، حاله ارضيته، ولو كنت متوقع طبعا انها تكون بما انها بتستعد لاستضافه كاس العالم، ودي بروفا لكاس العالم، مفترض انها تكون على اعلى مستوى.
خليني اقول لك يا احمد ان احنا لحد دلوقتي لسه ما رحناش طبعا ملعب المباراه في مكان للتدريب او ملاعب مخصصه للنادي الاهلي ان هو يتمرن عليها. ما فيش اي فريق خالص بيتمرن غير على الملاعب دي اللي بيتمرن عليها النادي الاهلي، ده طبقا طبعا للاجراءات الطبيه والاحترازيه. الفرق الثانيه المشاركه في البطوله ليهم ايضا ملاعب مخصصه، فبالتالي ملعب التدريب اكثر من رائع بصراحه يا احمد، يعني ملعب ممتاز. فاكيد اكيد بنسبه 100% الملعب اللي هستضيف اللقاء مش هيكون اقل جوده اطلاقا اطلاقا من ملاعب التدريب، ودي كانت جزئيه مهمه جدا ان اللاعبين يتعودوا على جوده الملاعب هنا قبل اول مباراه. فبالتالي انت النهارده ثالث تدريب ليك، بكره ثلاث اربع كمان حتى تتمرن تمرينين كمان، فيبقى خمس تدريبات بالنسبه للنادي الاهلي على الملاعب دي، فده امر هيكون ايجابي جدا بالنسبه للاعبين يكتسبوا حساسيه الملعب، حساسيه الكوره كمان. لان خليني اقول لك يا احمد بمناسبه الملاعب والكره اللي هيتلعب بيها كاس العالم للانديه، فحتى الفرق المشاركه في بطوله النادي الاهلي من اول امبارح يعني في كور مخصصه ليه اللي هي هيتلعب بيها المباريات في كاس العالم للانديه، فالفريق بيتمرن بالكور دي تحديدا عشان برضو يعني ياخد حساسيه الكور دي وازاي يقدر يتعامل ويقدر يعني الحساسيه الخاصه بتاعه الباص الشوت كمان لحراس المرمى. الكره كمان بتجري على الملعب جامد قوي، فدي كلها امور اللاعبين بيكتسبوها في الحقيقه خلال الايام الحاليه قبل مباراه يوم الخميس. لكن اطمنك يا احمد طبعا طبعا جوده الملاعب هنا اكيد ممتازه، وزي ما انت قلت خصوصا ان هنا هيكون في كاس العالم 2022 السنه الجايه باذن الله تعالى. التجهيزات كلها موجوده، الناس هنا بيعملوا ملاعب على اعلى مستوى عشان يعملوا بطوله كبيره السنه الجايه. هتشوف نسخه مصغره من كاس العالم للمنتخبات بدايه من كاس العالم للانديه يوم الخميس باذن الله. امير، احنا عارفين طبعا ان وليد سليمان مش هيكون مشارك في المباريات علشان الاصابه، ولكن انا سامعه منكم ومن الباشمهندس عدلي القيعي ان ليه دور كبير قوي مع البعثه، وانه كان قاعد مع وولتر بواليا بيتكلم معاه وعلى قد ايه انه ليه دور مهم جدا مع الفريق الفتره اللي جايه. عايزاك تقربني اكتر للصوره ولدوره مع الفريق، وانه قد ايه بيديهم من خبراته، وكمان طبعا على تقرب الناس كده على الروح اللي بين اللعيبه والمعنويات في البعثه الفتره دي قبل مباراه الاتحاد. خليني اقول لك يا ساره ان المعنويات مرتفعه جدا عند اللاعبين. انت اتكلمتي كمان في نقطه مهمه قوي، هي دور اللاعبين الكبار في الفريق خلال حدث كبير وضخم زي ده زي بطوله كاس العالم للانديه. في الحقيقه مش وليد سليمان بس، وليد سليمان رغم يعني ابتعاده بسبب الاصابه لكن ليه دور مؤثر جدا جدا في حديثه الدائم مع اللاعبين، كيفيه يعني ادخال الحماس المناسب قبل بطوله مهمه زي دي، خصوصا ان اغلب اللاعبين ما شاركوش في بطوله كبيره زي دي. يعني وليد سليمان طبعا شارك قبل كده في كاس العالم للانديه وقدم مباريات جيده، لكن اكيد بينقل هذه الخبرات للاعبين اللي ما شاركوش اطلاقا، حاله حال سعد سمير كمان. سعد سمير من الناس اللي دي ثالث بطوله بالنسبه له، بطوله كاس عالم للانديه، شارك في 2012 و2013. 2012 يمكن ما شاركش في مباريات لكن كان متواجد في القائمه، 2013 شارك في بعض المباريات، فبالتالي برضو بينقل الخبرات دي. بجانب سعد ووليد في محمد الشناوي بصراحة قائد بمعنى الكلمة، راجل عارف يعني ايه يكون كابتن من كباتن فريق النادي الاهلي، توجيهاته للاعبين، حديثه الدائم مع اللاعبين، الجدية اللي بتبقى على وشه، وده امر بيبقى مهم جدا لما يبقى كابتن الفريق الجدية باينة على وشه والحماس والاصرار، فكل ده بيتنقل للاعبين اكيد زمايله اللي معاه في مقر الاقامة او خلال التدريبات. شغف وحماس كبير جدا في الحقيقة عندهم عشان يلعبوا مباريات كاس العالم بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي وبجماهيره بكل تاكيد. بالاضافه للثلاثي ده كمان عمرو السولية بيمتاز جدا جدا بالشخصيه القياديه، عمرو السولية شخصيه قويه جدا جدا ولاعب من اللاعبين القدام دلوقتي في النادي الاهلي، وايضا ليه دور مميز جدا مع اللاعبين. دي كلها امور ايجابيه بصراحه ساره قبل كاس العالم للانديه، وامور ايجابيه مطلوبه تحديدا من اللاعبين الكبار وما بيأدوها على اكمل وجه في الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا امير هشام طبعا موفد قناه الاهلي لمقر او للدوحه علشان طبعا تغطيه كاس العالم للانديه. شكرا جدا ليك، وبيحسسنا ان احنا في الحدث يعني طبعاً.